واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من يوم جديد وحلقه جديده من موعدنا شباب اللي بيذاع يوميا من الساعه 6:30 لحد الساعه 8 بتوقيت بلدنا الحبيب السعوديه على تلفزيون الان. انا وريم وشيناز ومها مواضيع كتيره مختلفه بنتكلم فيها كل يوم، صحه، تكنولوجي، اخبار جديده، ترندنج. هيبقى عندنا النهارده فقرات كتير جديده، عندنا لعبه هنلعبها مع بعض اسمها بدون كلام وهنشوف هنتحدى بعض فيها شويه، وعندنا كمان اتصالات. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الناس كلها بتتاخر في رمضان عن العمل، فعايزين نشوف بقى انتوا بتتاخروا ليه، بتكذبوا ولا بتكذبوش. ممكن تتواصلوا معانا طبعا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي وكمان بالتليفون والاتصالات المباشره اللي هتكون ارقامها موجوده معاكم على الشاشه دلوقتي وتقدروا تشوفوا الرقم كام وتكلمون عليه. يعني ايه رايك في الكنافه اسمها الجديد؟ بيبي هير. بيبي هير. انا عايزه بيبي هير لو سمحت. عايزه انت كمان؟ طب هي مش اسمها بعد ما بقى بيبي هير كده الطف شويه؟ لا، صارت كيوت. نحكي عن الفوائد وقلنا ممنوع السكر، ما بصير نكتر من السكر برمضان. نفسي اكل كنافه. انت هيك عم بتناقض حالك قدام الجمهور. نفسي اكل كنافه. لا اليوم مسموح، حرام. خليني اعطيني من السكر. خلي. من اول ما ابتدينا البرنامج الصراحه اليوم بريك. طب بما اننا دايما بنبتدي بالصحه ونقول للمشاهدين على ايه الفوائد بتاعت حاجات كتير عايزين نتكلم النهارده على الشوربه، انه طبعا احنا عارفين انه دايما بتكون هي البدايه في الفطار. فوائد الشوربه ايه، واهم يعني بعد ما بتكون كتقليد هي اصلا ليه بقت تقليد؟ عشان فايدتها لازم تتشرب دافيه صحيه، تكون نوع شوربه يعني بصل، خضار، لسان عصفور. بصل خضار عدس. ما بصل الخضار بس اصلا دي شوربه لوحدها ودي شوربه لوحدها، فليها فوائد كتير. فهي مش مجرد عادة، ولكن بسبب ان احنا بنبتدي بيها عشان المعدة بتكون في حالة من نوع الخمول والنوم، بنبتدي نشرب شوربة واحدة واحدة كده عشان ندي تنبيه لمعدتنا انها تجهز للأكل. فبعد تجهيز المعدة بتستقبل بقى بقية الوجبة، او جسمك بيبقى جاهز والمعدة بتبقى جاهزة انها تستقبل بقية الأكل، وبتحافظ على اداء الجهاز الهضمي. الجهاز يا جماعه اصل احنا حضراتكم لسه فطرانين دلوقتي وانا لسه واكل البيبي هير كنافه وطعمها جميل قوي، وانتم مش قادرين تاكلوها عشان محافظين على لياقتكم وصحتكم وعسلكم. لا انا بالنسبه لي اكلت اكلتي شوربه ولا اكلتي سامبل؟ مو هي سامبل بالظبط. يعني بتشوف انا بشوف ناس قاعده واخده صينيه كنافه كامله. وفي كنافه بالمانجا جميله. انا معلش بخرج من الشوربه اروح للكنافه لان انا النهارده كنت نفسي في شويه كنافه. طيب يعني كنا اكتر عن الشوربه، شربتي شوربه ايه؟ بتحبي شوربه ايه؟ النوع اللي بتحسيه صحي ظريف؟ من المعروف ان الشوربه بتعطي ليونه للمعده، فمشان هيك بتسهل بالهضم. شكلي بالنظاره طالع غريب على الكاميرا. شيل النظاره. فبتعطي ليونه وبتسهل بالهضم، ويفضل انه بعد الشوربه بنص ساعه الواحد ياكل. هي لانه تكون دافيه فالمعده يكون ما بيها اكل خلال الصيام، فهي بدها تهيئ المعده مثل كانه بدها تغلفها، فالدفء اللي بيها وخصوصا من تكون فرش يعني مطبوخه فرش، فهي تهيئ المعده انه تستقبل الطعام فما تصير صدمه عليها وتصير سهوله بالهضم. صح، بلس انه هي غنيه بالمعادن والبروتينات والفيتامينز والالياف. نفس الشيء على حسب يعني في شوربه عدس، في شوربه خضار، في الحريره يسمونها اي ثينك عند المغرب، ففي انواع مره كثيره. وبلس انه الاطفال الصغار يحبون طعم الشوربه لانه هو شيء ما يعني مو قاسي، سهل على بالضبط. انا بنعرض فيديو دلوقتي نشوف ازاي بتتحضر الشوربه، وبعديها احكي لكم قصتين عن موضوع الشوربه. بفكروني انا بصراحه من محبي الشوربه، ممكن احكي لكم فعلا وهي بتتحضر دلوقتي عشان ايه نسلي المشاهدين. لا انا ابغى اعرف حاجة. الطريقه اول شيء انت عايزه تعرفي طريقه الشوربه اللي يعني بقى مقطع الطبخ بلاش فضايا ده تقريبا شوربه خضار. ايه لا بس كاني شفت عدس مو خضار. مو خضار زدتوا العدس هم عادي يقدرون يحطون عدس ويا شوربه الخضار. ورونا مهاراتكم بدون ما يصير لين. هي يختلف مو كتير يعني. تعرفي مو كتير لازم انواع من الخضار المعينه بيحطوا مع بطاطا وجزر وبصل. طيب عامه يعني عايز احكي لكم على حاجتين. وانا في مره وانا بدرس بره كان في طلبه كتير من دول مختلفه، كنت بلاحظ دايما بتوع الدول الاسيويه. انا كنت فاكر الشوربه بالنسبه لي هي شوربه خضار يا عدس يا لسان عصفور يا اللي هي الشرب بتاعتنا في الدول العربيه اللي احنا معتادين عليها، بس اكتشفت ان هم بيعملوا شوربه على اي حاجه.
اي حاجه مثلا شوربه الخس بالظبط، خس بيتحط في الميه يتسلق ولا يتعمل، ودي شوربه عندهم بيرموا اي حاجه. اكيد روحتي قبل كده اي مطعم صيني مطعم شفتي الشورب بتاعتهم، هتلاقيها مختلفه شويه عننا، بس اكتشفت ان هم بيعملوا شوربه من اي حاجه يعني. يمكن هم اللي يتبعون الدايت اللي قلنا عليه مال سوائل، فممكن يحولون كل الاكلات الى شوربه حتى يقدرون ياكلوها كسائل. صدق انا عمري ما شفت صيني تخين. صيني تخين؟ لا ازاي؟ اكو هاي اللعبه مال المصارعه مالتهم، بس دي اليابانيه. يعني ما علينا. الشرب زي ما قلنا ليها انواع مختلفه وفي ناس كتير بتحبها، بس اهم حاجه ان انتوا تبقوا عارفين ان هو كتقليد في الفطار ظهر بسبب انه الناس بتحب تشرب شوربه تهدي معدتها الاول او تدي للمعده فرصه للاستعداد عشان الاكل. تاني حاجه بتكون مهمه جدا هي السلطه. طبعا السلطه مهمه جدا. ليه في رمضان؟ السلطات على اختلاف انواعها ليها اهميه كبيره خاصه في شهر رمضان. تحتوي السلطه على عناصر غذائيه بتكون مفيده بشكل كبير، وبينصح الخبراء بضروره وجودها بشكل يومي على مائده الافطار. السلطه بتبقى خليط من الخضار الغير مطبوخ زي الخيار والجزر والطماطم والخس والبقدونس، الكزبره الخضراء، الكرفس، الملفوف، الارنبيط وانواعه، ويعني بيبقى ليها اشكال مختلفه. شفنا بقى سلطات كتير في رمضان بالذات بيبتدي التنوع. احلى سلطه مثلا انا بحب السيزر سالاد مثلا جدا، بحس ان هي انا بحب السيزر سالاد كتير. هي هاي صار اكو انواع انه مجرد ما يحطون نوع من اللحوم بالسلطه تصير كانها وجبه رئيسيه بالزبط. يعني اكو ناس يعتمدون على السلطه كغدا او عشاء او حتى فطور، واكو ناس يعني ورا الشوربه والسلطه خلص ما ياكلون غير شيء حتى يخلون المعده ترتاح شويه، بعدين ينتقلون الوجبه الرئيسيه ورا ساعه ممكن. وظهر دلوقتي محلات كتير بنشوفها، شفنا في بلد الحبيب الامارات في كذا محل سلطه بس تخشي هو المنيو كله سلطه. ده الناس اللي بتتبع اصلا تتبع حميه معينه يعني بالظبط اهو الكزبره دي ولا ايه؟ لا بعدونس شكله مش انا طبعا ما شاء الله تعرفين الفرق بين الكزبره. اوكي انا بالنسبه لي دي ملوخيه. ملوخيه دي ها تقريبا شيء يشبه له. زي ما بقول لك بيبقى فيه السلطه، محلات السلطه دي ناس كتير حد فيكم جربها؟ شو هي المحلات اللي هي سلطه بس؟ حد فيكم جربها؟ اي اكيد طبعا. الفكره ظريفه بس بيبقى فيه باستا وبيبقى فيه حاجات جنبها. انا هم اغلبهم يعتمدون على انه انت تختارين المكونات وتسوين السلطه اللي انت تبغاها يعني. بس انا بحس انه انا لما اخذت مثلا كذا مره جربت اللي هو الباول بتاعهم بتشبع خلاص. هي تعتبر وجبه رئيسيه فيها كل شيء، فيها بروتين فيها الالياف المعادن الفيتامينز فيها كل شيء. بس طبعا بشهر رمضان هي اكثر شيء مهمه لانه دا تعوض الجسم عن الفيتامينات اللي دا تروح منه، فسواء كانت السلطه مال الخضار او حتى سلطات الفواكه فهي جدا مفيده بهذا الشهر. وبعد ما تاكلي شوربه وسلطه تحس ان انت مش قادر خلاص تخش الشهر الرئيسيه اصلا. لا بس عشان كده لازم تريح، عشان كده لازم تريح. ما في ساعه ساعتين حترجع تجوع. السلطه بتجوع، هي بتعطيك هيك تمويه. أيوة. انه انت شبعت بس انت ما بتكون شبعت، ده عشان زي ما بنقول هضمها سريع. ايوه لانه بيتم هضمها بشكل سريع السلطه والشوربه للمعده. طيب وبعديها ابتدي بالوجبه الرئيسيه خلاص مفيش مشكله. طب لو انا حابب اكل اكتر او يعني اقلل اخد كميه كبيره اخد كميه كتير او هو المهم انه تبدا بالشوربه تبدا بسائل دافي على المعده، بعدين شويه سلطه، يعني مو شرط يكون طبق كامل من الشوربه او السلطه، بس على الاقل يبدا فيهم حتى الواحد المعده ما تنصدم، بعدين شويه شويه يبدي ياكل يعني ما يفوت الاكل. والله فكره الصحه بتاعتنا دايما كل يوم، انا عارف ان كتير منكم بيبقى عارف معلومات وتقدروا تشاركونا في الاتصالات تقولوا لنا لو مثلا عندكم عادات جديده طلعتوا على دراسات جديده ممكن تحكوا لنا انتوا كمان ايه. احنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر ريسيرش ونقدر نقول عشان كده العالم كلها بتاكل شوربه وبعديها بتاكل سلطه وبيتبعوا نظم معينه. بقت تقليد، بقت الشوربه تقليد، بس هو تقليد صحي وده كويس في حد ذاته. هاي ممكن تكون نوع من الاتيكيت اللي قلنا عليه ان الواحد يبدا بشوربه وبعدين سلطه وبعدين بالظبط. فاحنا بعد الصحه بنتكلم بقى على التكنولوجي، وعندنا موضوع مهم جدا النوم لاكثر من 9 ساعات. كنت اقول 9 سنوات النوم 9 ساعات ممكن يضرك ازاي. هندردش معاكم في ابديتس كمان على الامارات، لسه فقراتنا كتير لحد الساعه 8:30 توقيت بلدنا الحبيب السعوديه 8. يا ناس يلا بينا نطلع على البريك ونرجع لكم تاني. نطلع على البريك مشان تكفي البيبي هير تبعك. لا لانك مو مركز.
مشاهدينا بعد البريك السريع نرجع لكم تاني، وزي ما قلنا عندنا فقرات كتير مختلفة وتقدروا تتشاركوا معنا عن طريق أرقام التليفونات. وإحنا في برنامج موعدنا شباب بنطرح مواضيع كتير مختلفة شبابية لذيذة، وبنتكلم على الأبديتس. النهاردة هنتكلم أو كنا بنتكلم عن الصحة، هنتكلم عن التكنولوجي، وهنتكلم على حاجات كتيرة جديدة معهم أبديتس كتيرة بنات. بس عايز أحكي لكم على حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهو النوم اللي لو زاد عن 8-9 ساعات اللي بيحصل. في دراسة أمريكية جديدة بتقول إن النوم لأكتر من 9 ساعات في الليلة بيزيد من فرص الإصابة بالزهايمر والخرف والشيخوخة. ده الدراسة بتقول النتائج، أو النتائج الدراسة اللي أجراها بعض العلماء بتوع الأعصاب في جامعة بوسطن الأمريكية، إنه بعد ما عملوا فحص وفريق البحث سجل بيانات طبية لأكتر من 5209 من الرجال والنساء اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 30-62 سنة، النتائج كلها وضحت إنه كلهم بيصابوا بأمراض مختلفة. وإنه انا شايف انه 9 ساعات نوم ده اصلا انت يعني المينيمم من جد انا اشوف ان انا دايما من جد انسى واشياء زي كذا، عرفت الحين السبب. بس لا، اذا هذا الشيء صح كان ثاني ناسي نص الاشياء اللي بحياتي. لا لا، بس انا 9 ساعات هذا اقل شيء ممكن انامه. يعني معروف هو ان 8 ساعات الواحد يشبع نوم، بس على الاقل 10. انا اشوف انه يختلف. انا مش عارف هي بتهرج ارتكام بجد. لا بجد، لا انا ما ابغى اصدمك. أوكي. أنا كم ساعة أنام؟ كم؟ مرات يعني. لا. بس مو كل يوم طبعا. 13 والله مرات يعني. هذا موضوع، هذا اسمه السبات العميق. أنا نومي غريب عجيب، يعني ماني من محبي النوم الطويل، غير إذا كان في عندي إرهاق جامد يعني وما عم بيروح، ممكن من فترة لفترة نام. ايه ممكن يروح. لا هسه بالبريك مها كانت تقول انه هي مرات تقعد من النوم فترتاح من النوم، من النوم. اللي هي نامت. لاني احس اني انا تعبانه، احس اني تعبت، احس والله. بالعكس يقول لك انا اذا قعدت من النوم احس اني مصدعه. فترجعت نامي تاني. لا، فاحس انه لا خليني انسدح. انت فكرتيني بمزرعيه المتزوجون سمير غانم لما كان نايم كتير قوي وصحي ولقاش حاجه يعملها فرجع نام تاني. يعني دائما الاجازه من الاجازه. لا، المشكله انا يكون عندي اشياء لازم اسويها وعندي ارتباطات وزي كده. بس هاي القصه مع العشر ساعات وهيك يعني تصير وياي بشهر رمضان. دائما يصير اول شيء نهاري ليل وليلي نهار، والنوم كلش تطول. يعني الواحد يبدي يحاول يقعد انه قبل الفطور بشويه، فيصير يسهر للصبح وينام يقعد فد بالخمسه بالاربعه. طيب بعيدا عن سلوكياتهم اللي غريبه، من 6 ل 8 ساعات يا جماعه هو ده احسن حاجه تناموا يعني في اليوم عشان تلحقوا تعملوا كل اللي وراكم. عارفه تعملوا اللي وراكم. دلوقتي انا انتقل لفكره التكنولوجيا، وعايزين نقول لكم على سلوكيات بتجعلك منبوذ على الواتساب. احنا هنتكلم النهارده على تطبيق الواتساب وازاي تتخلص من المزعجين، او ازاي ما تكونش انت من الناس اللي مش مستحب ان انت تكون في جروبس. يعني كلنا عارفين احنا بنتكلم على ايه. طبعا رسائل التحرش او اي رسائل مستفزه وسيئه، الرسائل اللي هي بتبقى بلا عنوان او بلا معنى، هاي مثلا، دي ممكن بشكل كبير تزعج ناس تانية. هو مش فاهم، طب انت بعت لي هاي وبعدين، اللي بيعتبروه نوع من انواع انت عايز ايه. يعني بوضوح كامل كده الواتساب لازم يبقى ليه بروتوكول حتى مع اقرب الناس ليك. الحاجات دي انا عارف ان احنا كلنا عارفينها، بس ايه اكتر الحاجات اللي في الواتساب بتحسوا ان هي مزعجه؟ لو جالكم مسجات عامله ازاي؟ مين بيتكلم بطريقه ايه؟ الجروبات. بس الجروب اللي تاسك معين وينتهي بعديها بتبقى احلى حاجه. هي هاي دائما تصير الحركه انه الواحد ما يعرف شوكت يطلع من الجروب. اذا جروب شغل وخلص انتهى الشغل، فمن اول واحد راح يتجرأ ويطلع من الجروب ويخلي الباقي يطلعون. بس دائما اكو ناس يحجون بفترات ما تكون مناسبه لبعض الناس اللي بالجروب، فيكون هذا الشيء مزعج لهم. بس اغلب الناس يعتمدون خاصيه الميوت، انه يخلوه ميوت وخلص، هم بعدين يشوفون شنو صار، ممكن يشاركون ممكن لا، بس حتى ما ينزعجون. بس هو في نفس الوقت الجروب مرات حق خصوصا في الشغل يعني يكون مفيد، انه ايوه تقدر تكمل التواصل، تقدر تكمل شغلك حتى وانت برا، ما انت فاضي مثلا، ما تقدر تروح الدوام، ممكن ترسل عليه اشياء مره كثيره. ناس ما بدك ترد عليها وانت اونلاين، ولازم تطلع على الويب سايت، على الواتساب مشان ترد على العالم، وفي عالم ما بدك ترد عليها. في شغلات تخيلوا تروح الاونلاين، هاي اللي فوق اللي هاي تروح. يعني انا من النوع اللي شايله اصلا اللاستين وشايله هاي الزرقاء اللي تطلع معنا. انت مختفيه تماما. هي اخر حاجه قبل ما يحكوا لنا على الابديتس بتاعتهم عن التكنولوجي النهارده، اهم حاجه لو انت في جروب شغل
ما تخلطش وتحط فيه نكت مثلا. لو انت في جروب بالعيله ما تحطش حاجات الشغل او انت يعني كل جروب بالعيله هو للادعيه. من فيديوهات صحيه بابا، من جد فيديوهات صحيه وادعيه. شو الجديد بقى من التكنولوجي معاكم النهارده؟ كل حد عنده اخبار تكنولوجي ابديتس جديده معاكم؟ أنا سمعت على إنه شركة هيونداي دا يستعملون خاصية جديدة، هم دا يسوون دراسات على الحشرات، فدا يشوفون إنه الحشرات عندهم خاصية الاستشعار، إنه دا يقدرون يبتكرون منها أشياء، إنه وراء دراساتهم قدروا يحطون أنواع كاميرات بالسيارة اللي تقدر تخليك تشوف كل النقاط، فهذا الشيء جابوه من عنكبوت، أكو عنكبوت عنده 8 عيون بسم الله، فهو يشوف الأشياء إنه شو كده تجي عليه. فهاي الخاصيات دا يستخدموها بالسيارات حتى تصير الأمان أكثر. أوكي. ويقدر الواحد يشوف كل شيء دا يصير من حوله، يعني حتى المرايات أيقاس حيبدلوها بعد فترة، حتصير كلها كاميرات صغيرة بحيث أن أنا أقدر أشوف المحيط الحالي، يعني بدل ما تشوف أنت المراية حتقدر تشوف بالكاميرا، مثل ما دا نشوف هاي السيارة ما بيها المرايات اللي على اليمين واليسار، فالواحد بس حيبدي يستعمل الكاميرات أنه تكون وهيبقى قادر يستغني تماما عن المراية. حلوه الحركه دي. انا بحس دايما المرايه عامله يعني بوظه ديزاين اي عربيه. لا ما دايما احس ان ما لهاش معنى من الراحه الجميله، يعني هيك صار شكلها نظيف انه ماكو. بحس المرايا والاضويه من قدام العيون، العيون هي الادنان والعيون هي هي يعني مثلا عمرك شفت الاساس للسياره في طياره عندها مرايات مثلا؟ إن إحنا متعودين على شكلها، إنه أكو ناس يشوفون السيارات كأنهم بشر، فتشوف عيونها والأذن. بس هي كم شكلها حلو، شكلها حضاري أكثر. وأعتقد إن هي كمان بيستعينوا بالخدمة دي عن طريق الركنة، إن هي بتبقى جايبة المحيط كله ومحطين صورة للعربية بالضبط كأنك شايف من فوق. معرفش إذا كنتوا فاهمين اللي إحنا بنقصده ولا لأ، بس هي فكرة إن أنت تبقى شايف محيط العربية من كل الاتجاهات بدون ما تحرك دماغك ولا راسك ولا عينيك. في ابديتس ثانيه تكنولوجي؟ ايه، اعلنت شركه اكسسوارات روسيه انه هي حتعمل ايفون تسلا. طبعا احنا كلنا بنعرف شركه تسلا لايلون ماسك، شركه السيارات معروفه، فهلا قرروا انه يعملوا ايفون مثل الايفونز اللي احنا عندنا اياها، جولد بليتد، بيوصل حقه ل 14,720 درهم، وعم يتفاوضوا على السعر، ممكن يطلع على 17,500 درهم، لانه اتس ا تايب اوف جولد، ما بعرف شو القصه، بس كمان 64 شو اسمه جي بي ل 256. شو رايكم؟ بس هو يعني بشيء غريب غير عن التليفونات؟ لا بس لانه جولد، لا بس لانه جولد ومصنوع مع تسلا، مع شو الشركه يعني هتلاقي انه يدرس ديزاين از ديزاين، انه هم قالوا ان يعني شيء جديد. ممكن اي ثينك هي اول مره تسوي تليفونات، لانه مفروض اول مره تسوي تليفونات. ايه، فعشان كذا، وانه عملت الستايل انه جولد وكذا. بس احنا حكينا موضوع الذهب البارحه، انه هواي ناس بده يحطوه باشياء ما لها داعي في الاكل. ايه، الاكل يعني اكيد ما لها داعي لانه حيروح بالنهايه، بس التليفونات وهي الاشياء هواي ناس يحبون. لا بس بعتقد البطاريه هي اللي رح تميزه عن باقي التليفونات، انه هي حتضل مستمده وحيشتغل التليفون على الطاقه الشمسيه. فهلا انا ما عم بفهم شو قصه الطاقه الشمسيه وتليفون على الطاقه الشمسيه، يعني نحن بالليل قبل ما ننام وطول حياتنا على التليفون وما في ضوء ما في ضوء بالغرفه، يعني كيف يعني؟ بس هو شكله حيطول اكثر، لان المفروض هم حيخترعون هيك شيء انه خلص الباتري مع التليفون انه تقدر تطول اكثر من يوم. ممكن ان هذا اللي الناس تريده. هي سياسه متبعه من شركات كتير بتاع التليفونات دلوقتي، ان تلاقيه عامل البراندز بتاعته او التليفون بتاعه عامل مثلا تليفون غالي كده حطه على جنب، بحيث ان هو مديله جولد بليتد او مديله فيتشرز اعلى، مديله مش عارف جلد تمساح، مش عارف عامل عليه حركه يعني معينه، وبتعلي طبعا من سعره. هو الحلو انه يسوون انواع لكل الناس، كل هي تجذب شريحه معينه. من الناس، خصوصا الاشياء اللي فيها ذهب والاشياء المميزه، لانه اكو هواي ناس يحبون هذه الاشياء. في عالم بتحب هاي الشغله، تميز. مين فينا ما بيحبش التميز؟ يبقى متميزه. وان اوف ا كايند. دي كانت الابديتس بتاعتنا في التكنولوجي. لا، في بعد شركه جوجل تم تسريب فيديو يقولون ان شركه جوجل تحاول انه هي تاخذ معلومات المستخدمين على الانترنت عشان تتحكم في سلوك الاشخاص. اوكي. بس شركه جوجل طلعت وكانت قالت انه هذا الفيديو استفزازي جدا، ونفت اي صله او اي علاقه بهذا الفيديو اللي انتشر في الحين على مواقع التواصل. يعني هي نفت وهو مش حقيقي. هي نفت، هو مو حقيقي، بس انا ما اعرف ليش
هو الموضوع ده اصلا من ساعه قصه الفيسبوك والانتخابات الامريكيه، وهو الشركات كلها عليها كده انظار، والناس كلها عماله تتكلم، بتخاف على معلوماتها الشخصيه الناس لانه وراء المشكله اللي صارت. بس اعتقد جوجل يعني من الشركات اللي كل الناس توثق بها، يعني حتى مع انه صارت مشكله ويا شركه فيسبوك، بس يمكن خافوا لانه جوجل هي مسيطره على اشياء اكثر على من في العالم العربي العالم بشكل عام. بس التخوف من المستخدمين كمان هو اللي بيتكلم على انه احنا متراقبين ولا لا. انا احس انه معليش يعني حاليا كل وسائل التواصل يعني معلوماتك، في ناس يحطون معلوماتهم زي ما هي، فأحس إنه الكل يعرف عن الكل يعني إنه إحنا متراقبين بطريقة أو بأخرى يعني. هم كل الناس يعني سواء من الناس من الشركات. أكو بعض المعلومات دا تكون عند الشركات اللي هاي، بس حتى فيسبوك كان عندهم شيء قبل إنه أنت من تكون بمكان عام وأكو ناس قريبة منك ورا يوم يطلعوا لك بالسجستد هذا لأنه تليفونك. بس ده الألغوريتم بتاعها. لأنه كان قريب منه. ف. بس اللي فيها تساؤل دائما الإعلانات، يعني لو إحنا الأربعة دلوقتي قاعدين بنتكلم عن مثلا شنط معينه لبراند معين، تيجي تخش على الفيسبوك تلاقيه راح طالع لك. فهل هو فعلا طلع لي عشان انا المايك بتاع التليفون مفتوح وده وصل للمعلن، او وصل لانه لما الكلمه دي تظهر في احاديث الناس يطلع لهم الاعلان اللي هو دافع فلوس عشان يطلع التارجت اللي هو بيه؟ وفي شغلات كتير غريبه. هلا فيسبوك ممكن الواحد يمرق انه سجست لانه في كتير ميوتشوال فريندز. لا مرات حتى انه شخص بس شفتيه بمكان بس معدي من جنبه. ايه هاي كمان مرة صارت معي بصراحة وحبيت اني ما افكر بالموضوع نهائيا، بس يعني انا عم حاول اني صحح الموضوع مشان ما نخوف العالم من هاي الفكرة، وحتى لو فيها مثل بيقولوا invasion of privacy يعني انه هنن عم يدخلوا بخصوصياتنا. صراحة نحن اللي معرضين حالنا لهذا الاكسبوجر يعني، لأنه انا اعتقد فيسبوك او المسؤول عن فيسبوك او مسؤول عن اي نوع من سوشيال ميديا بلاتفورم بيقدر يطلع لك كل شيء انت عامله. مين لمين اخر صوره عامل لايك، لمين عامل كومنت، كل البيانات هي انا اعتقد موجوده. حتى الناس العاديين صاروا يعني من مثلا اسال واحده من صديقاتي على شخص تقدر هي تطلع لي كل المعلومات، انه بس انت تدور شويه اكثر من تطبيق تقدر تطلع معلومات. ستوكينج بقى يا معلم. لا واي تطبيق يعني الشركات طبعا حتطلع اكثر. اي تطبيق تحاول اول شيء مثلا جديد تنزل على تليفونك يقول لك انه احنا رح ندخل على معلوماتك ثرو فيسبوك كمان، انه انت يعني لازم إنو تعمل يعني اجري موافقه فانت اوريدي يعني موافق على كل شيء. وهنرجع لكم تاني مشاهدينا، وشوفونا على اللايف وشوفونا في كل حته. يلا هنرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، ودايما في موعدنا شباب كل مواضيع اللي بنتكلم فيها شبابيه، مواضيع جديده تريندنج، اخبار صحه وتكنولوجي وغيرها. النهارده اليوم العالمي للويتر، للجرسون، للندل، مش الندل النادل النادل حلوه مني صح؟ حلوه مني للنادل. انا اسف طبعا، بس كنا قبل الفاصل بنتكلم على الموضوع ده طيب عايزين نحتفل بيه. سوري اكيد مش هنحتفل باليوم العالمي للندل يعني. اقعدوا اضحكوا بقى. الندل كمان ليه يوم عالمي؟ فانه الفكره كلها انه الناس دي بتتعب جدا في شهر رمضان، انه المطاعم بالظبط والسحور والفطار عندهم شغل، هم بيفطروش في ميعاد الفطار لانه هو مضطر يحضر الاكل للزبائن اللي راح يحضروا المطعم عشان الفطار. بس اعتقد اكو مطاعم يسوون الشفتات انه اللي بوقت الفطور يجيبون الغير مسلمين يشتغلون وورا هاي يرجعون المسلمين لشغلهم. بس هي فكره انه لهم يوم انه تقديرهم، احسها فكره كلش حلوه لانه لازم يعني هم كلش يبقى لهم يوم يعني شيء تقرا افكاري. وحلو انه اجى بشهر رمضان انه مثل ما قلت هم يتعبون بهذا الشهر. لا وحنان كانت بتقول يعني انه دايما الزبون على حق والحاجات الامثله اللي بنتكلم فيها، لكن هم برضو بيتعبوا طبعا خصوصا رمضان. يعني رمضان يعني الفطور والسحور اللي هو المفروض يعني يرتاحون فيه ويفطرون هم يشتغلون. احنا لسه عندنا كمان موضوع الحلقه النهارده، بنتكلم على ايه الاعذار اللي بتخليك تقولها او ايه الاعذار اللي بتقولها لما بتاخر عن الشغل، لانه في دراسه اكتشفوا انه 51% من الناس بتبقى بتكذب لما بتاخر عن الشغل بتقول اعذار. 51%؟ انت متاكد انه الدراسه دي دقيقه قوي؟ يعني ده الدراسه اللي بتقول مش انا بس. انا بقول لك 95% هو تقدروا تجاوبوا معانا وتشاركوا معانا في الاتصالات على الارقام اللي موجوده على الشاشه.
من موضوعنا برضو النهارده، غير اليوم العالمي او النهارده العالم بيحتفل بايه، في حاجات في شهر رمضان بتطلع كتير عروض حلوه جدا للشوبينج. فاعلنت بنوك عده في دوله الامارات الحبيبه عن خمس خدمات وعروض جديده خصيصا لاستقبال شهر رمضان، في خطوه بتستهدف بيها تخفيف الاعباء الماليه وتمكين العملاء من اداره شؤونهم الماليه بطريقه افضل، وبتضمن ليهم الخدمات من تاجيل اقساط العروض او التمويلات المختلفه وعقد اتفاقات شراكه مع وكلاء السيارات، عشان الناس كتير برضو بتروح على شراء السيارات في وقت رمضان. تشوف العروض اللي بتحصل في مختلف البلدان، اعتقد غير بلدنا الحبيب الامارات، في بلاد كتير بتستخدم شهر رمضان ان هم يطلقوا يعني العروض. بس اكثر شيء انا اشوفه السيارات، موضوع السيارات بشهر رمضان أي. العروض دائما تكون كلش حلوه، واكو ناس حتى ينتظرون شهر رمضان حتى يشترون سياره جديده، لانه العروض ما تتفوت يعني اللي يسووها. يعني هي العروض كلها اللي بتبقى موجوده على السيارات، ولا في عروض تانية في الشوبينج عامه؟ في الشوبينج، في بعد في الشوبينج، في اغلب الاماكن، في عيادات، في الاماكن تقريبا، حتى في بيقدموا لك فطور وسحور، حتى في ديلز على هدول المواضيع. هل ده قلة الاقبال بتاع الناس على الشوبينج مثلا في الشهر ده بتبتدي تزداد العروض عشان الناس مش عايزه؟ احس لانه الناس يعني يكونون مو فاضيين انهم مثلا يطلعون او يعملون شوبينج، تكون رمضان اكثر عائلي وطلعات وعزومات، فما يكون لهم خلق يعني يطلعون يتشرون، ف تطلع هذه العروض اكثر شيء. انا احسهم الناس يركزون على العروض الكبيره، يعني هي مثل السيارات او حتى البيوت مرات أي. بس مو مثلا الشوبينج العادي، لانه هاي الاشياء تصير خلال السنه هوايه، يعني مو بس برمضان، فهم يشوفون انه رمضان لا تصير العروض اقوى بالسيارات وبالبيوت وبهاي الاشياء، فيتجهون للمعارض مع سيارات حتى يشوفون شنو العروض اللي عندهم، لانه خلال السنه ما يسوون كلهم بنفس الفتره، فلازم الواحد يروح على براند معينه مع السياره يشوف اذا عندهم عروض، بس انه بشهر رمضان معروف هو وين ما راح حيلاقي اكو عرض ممكن. والله حتى العيادات الطبيه، لانه بشكل عام العيادات الطبيه اسعارها غاليه، فهني بيستغلوا المناسبات يعني الخاصه فينا نقول، يعملوا فيها عروض كثير كبيره محل ما فيهم هن يتنافسوا بالاسعار. انا بشوف العيادات الطبيه ثلاث ارباعها بتعمل اسعار عن جد متضاربة، يعني الواحد ببطل يعرف وين بده يروح بس يتعالج لشيء معين. طب انتوا تحسوا انه مثلا لو في عروض على اللبس في شهر رمضان، امتى الناس هتنزل؟ هل لانه خلي بالك بعد قبل العيد باسبوع، قبل العيد بكم يوم؟ لا اقصد في بدايه رمضان، لان بنشوف كثافه على العروض في رمضان ايه، فهو امتى؟ هل ده اصل فيش توقيت بعد الفطار الناس بتبقى صح؟ الكثافه بتكون قبل العيد باسبوع او باسبوعين، تشتري الاغراض بعدين بيصير في عروضات للعيد تحديدا للثياب، بس في ناس بتروح بتشتري مقدما او قبل، وانا صراحه من هدول الناس، بحب روح انزل على السوق قبل ما يزدحم بموعد بس اصلا عروض ما بينداسوا. عروض الشوبينج انه الهدوم او الماكولات العاديه اللي يشتروها الناس قبل رمضان، هاي العروض كلها تيجي قبل الشهر الفضيل حتى الناس انه اصلا دا يبدون يسوون شوبينج. صح، بس حتى اثناء رمضان عروض الاكل تكون لسه ما زالت. والحلو بالموضوع انه المراكز التجاريه كلها تزود فترات العمل، يعني يظلون الساعه 1 اي، لان الناس تطلع ورا الفطور فيغيرون مواعيدهم، يعني ما يخلصون بالعشرة او ب12. هو انا بحس ان العروض كمان خلي بالك اول اسبوع بيبقى اتجاه الناس كله اكل او اهتمام بالاكل، اهتمام بصحتهم، اهتمام ما بيبقاش فيه اهتمام بالشوبينج قوي، فبتبتدي الشركات تعرض منتجاتها. العروض بتاعت السيارات اعتقد كمان مع فصل الصيف، خصوصا رمضان جاي في فصل الصيف، وده اللي بيزداد فيه عمليه شراء السيارات، فبيحصل فيه العروض دي لانه كتير بيغير عروض. هو افيد شيء انا اشوف عروض السيارات، يعني اللي مثلا مخطط مستقبلا انه يبغى يشتري سياره، خصوصا اذا كانت سياره يعني من مثلا من الاسعار الغاليه، ما يشتريها قبل رمضان او بعد، يشتريها برمضان، لانه من جد العروض تكون يعني خياليه. الواحد ما يتوقع لدرجه الواحد ممكن يخاف ضرب حاطين لي عروض على السياره المضروبه مثلا او شيء. اوكي، من كتر ما هي نازل في السعر، كتر منازل السعر. سوق العقار اعتقد برضو بيبقى فيه عروض في شهر رمضان ولا مش؟ هو مثل ما قلنا الاشياء اللي الناس عاده مو خلال السنه يفكرون بالموضوع، فينتظرون شهر رمضان يحسون العروض تكون احسن، الفرصة أحسن للشراء. أنتوا كمان ممكن تقولوا لنا بتحبوا الشوبينج في شهر رمضان ولا لأ، وتكلمونا على أرقام التليفون اللي بتكون موجودة عندكم على الشاشة. وإحنا أول حلقتنا ابتدينا عن الصحة، وبعد كده اتكلمنا على التكنولوجي،
وبعدين اتكلمنا على شويه حاجات جديده وابديتس واليوم العالمي لايه النهارده، وبنتكلم دلوقتي على عروض شهر رمضان. عندنا مواضيع مختلفه، والنهارده كمان هنلعب لعبه حلوه جدا ظريفه جدا، هي لعبه بدون كلام، هنلعبها ضد بعض وهتفرجوا علينا، ممكن كمان تشاركونا، بس بعد ما نطلع لبريك سريع ونرجع لكم تاني. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الان تي في. يلا بينا يلا بينا خلاص بطلنا. رجعنا لكم بعد البريك او الفاصل، ولسه مكملين حلقتنا في موعدنا شباب، كل يوم من الساعه 6:30 لحد الساعه 8 بتوقيت السعوديه تقدروا تتابعونا. كنا بنتكلم عن الصحه والتكنولوجي والابديتس وحاجات كتير مختلفه، وايه جديد في بلدنا الحبيب الامارات. النهارده قررنا نلعب لعبه جديده، بما ان الناس بتعزف عن السينما شويه او بيبعدوا عن السينما في رمضان، احنا بقى نلعب سينما شويه. هنلعب لعبه اسمها بدون كلام، وهنتقسم لفرقتين، الأستاذة ريم والأستاذة. ما حبيت الفيلم اللي عطوني إياه، كتير صعب، مش هقدر أمثل بقى. لا ده سهل جدا. إذا هي ما تقدر تمثل كيف أنا رح أعرف؟ خلي بالكوا إنه المشاهدين كمان هيقدروا يبقوا بيتابعوك يحاولوا يعرفوا الفيلم. يعني دي كمان بنشوف. حاولت تشرحي لهم معلومات. طيب مين الأول؟ ابتدوا أنتوا. لا انت ابتدي. لا ابتدي. لا 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 انت اول شيء. لا لا انتوا مشان اتعلم منكم، غش منكم. اوكي ماشي. انت عارفه كل قواعد لعبه بدون كلام صح؟ طيب فيلم. اول كلمه ولا كلمه واحده؟ انا بحاول افسر لك ممنوع الكلام صح. عربي. شنب. لحيه. وجه. يعني ايه ده؟ انت قاعد تخوفنا كده، ما قاعد تشرح. قبل 10 سنين. كسر الدنيا. انا سوى كسر. انت تعرفين الفيلم؟ لا يا بنتي خليك معايا. يضحك. ما ده احسن شيء. شو يعني هاي؟ يا الله. هي هتيجي هتيجي. ثلاث كلمات، ثلاث اجزاء. اول جزء لحيه. ايش هذه؟ هو كان بيعمل كده. ايه ممنوع كلام. ممنوع كلام انه كان كثير معاق. معاق؟ قلت معاق. لا هو كان كثير معاق. هو معاق. هو شيء كوميدي، شيء كوميدي. مخبل. مجنون. مين هو؟ مين هو؟ هو يسألك مين هذا المجنون؟ مين هذا المجنون؟ هنخسر انجزي. خلاص خسرته وخلص. انا احس لسه لسه. لسه. شيء له علاقه بالجنون؟ بالاسم يعني؟ ايوه. مصري؟ ماكو اي فيلم براسي فيه جنون بالموضوع. انت مين؟ محمد. الممثل؟ محمد هنيدي؟ محمد ما اعرف غيره بالمصري. محمد رمضان. كوميدي كوميدي كوميدي. مستحيل ما بتعرف. ما اعرف بس محمد هنيدي. اوكي هو الفيلم الليمبي. يعني خسرته. الليمبي يعني خسرته. مستحيل احذر. احنا ما قدرناش لان هي من العراق. ازاي ما اتفرجتش عليه؟ انت عارف الليمبي ولا لا؟ اعرف الليمبي بس. طب انا بعمل لك هيك بوجهه. طب نشوف فيلمكم انتوا. ده دورهم. هو الله يستر. الله يستر. الله يستر. تكفين الا حركته لا تسوينها. طيب كيف فيلم هيك؟ ايوه. إذا أنت ما أعرف فيلم. أوكي. أنا كم كلمة أول شيء؟ أوه لحظة. خير إن شاء الله. ثلاثة. أوكي. عرفي المشاهدين بس، عرفي المشاهدين. ثلاث كلمات. فيلم. تمام.
اوكي قلبي قلبي لا اول طيب اللي قلتيها احنا معنا اتصال وهنرجع نكمل معنا اتصال شكرا ايه الفرحه اللي انتوا فيها شكرا الو مرحبا كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير مين معانا معاكم شادي من السودان ازيك يا شادي عامل ايه شادي مظبوط شادي ازيك يا شادي شادي كنا بنتكلم النهارده على موضوع بتتاخر عن العمل ولا لا وايه دايما بيكون عذرك انا والله كل مره بيكون عذري اني ما نمتش كويس انك ما نمتش كويس انتوا سامعينه هو بيقول لي عذره دايما ما بتكونش نايم كويس حاولوا تفتحوا لنا الصوت بس في الاستوديو بليز بس اسمع وانت يا شادي بيبقى فعلا ما نمتش كويس ولا انت بتقول كده اي كلام لا انا بكون بجد مش نايم كويس ما بتبقاش نمت كويس يعني انت صادق ما بتبقاش تكذب يعني انا صادق وهم متفاهمين معايا في العمل لا اصل الدراسه بتقول انه دايما اللي بيتاخر عن عمل كتير من اعذارهم او نصهم تقريبا بيبقى بيكذب عشان كده انا كنت يعني بشوف معاك انت من الناس اللي بتقول صدقا ولا كذبا لا انا بكون صدقا يعني عاده ما في صوت ما يا في جماعه صوت. ممكن نسمع طيب. الصوت احنا انا هوصل لكم بسرعه لحد ما صوتي يوصل لكم وبيقول انه لا بشكل كبير بيكون صادق في عذره يعني هو راجل ملتزم يعني هو من الدراسه او النسبه اللي في الدراسه اللي بتكون هو من ال 10% الصدق بس اتليست انه صادق يعني يروح المديره يقول له الصدق يعني ما يكذب يالف شادي عادي نقول لهم انه احنا العفانين وما نمناش عن كل الناس قالوا شادي بنشكرك اكيد لتواصلك معانا وخليك معانا وحاول تعرف الفيلم اللي بتلعبه ريم دلوقتي اللي مها عشان واضح انه هي مش هتعرف خالص قلت لها كده قالت لها قلبي شكرا شادي خلاص شكرا شادي الله يستر شكرا جزيلا شكرا شادي طب يلا نرجع لك نرجع مرة ثانية ها اوكي بشكرك يا شادي اكيد ولو كلمات. عايزين تكلمونا أوكي. وبشكر كل اهلنا في السودان طبعا انا اسف بس لو عايزين تكلمونا زي شادي الارقام هتلاقوها طالعه لكم على الشاشه دلوقتي نرجع ونكمل بدون كلام تفضلي ثلاث كلمات ايه اوكي الاولى انا الثانية سهلة جدا انا ايوه يعني ايش هذه يعني ما احلى الزي يعني حضرتك تسأليني ليه وانا مسؤول بدون كلام في العالم نا ايش ابني نائمة لا ولدي ولدي طب خش على ثلاث كلمة لو مش عارف ها ايوه صح برافو ها طيب كتاب ايوه جامعة برافو ليش انت كده خلاص خليك على جنب اوكي انت شفتي في اسم الفيلم 19 مره لحد دلوقتي مصري عايزه ايوه اوكي بس استني انت بتساعدين ده الفريق اللي ضدنا يا جماعه انا مش عارف والله دي عاوزه مذكر انا لا 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 مش تكلمي لا معلش انا عاوز ايه طيب ثالث كلمه شوف ايش هذا يا حضرتك ده عاوز كلمة قرار ايوه عايز كنافة مثلا عايز بيبي هير عايز ايش سوي شيء شباب مشاهدينا لو انتوا بتتفرجوا يعني عارفين تفهموا دي ايه معناها ادخلوا لنا على طول غيرينا سوي شيء سهلة جدا لا ازاي سهلة يعني لا انا مالي حضرتك انا مش عايز كنافة عاوز ايش عاوز ايش ايوه ايوه برافو مين هذا ختم ده ختمه ولا ايه ايوه امتى بتبقي عايزه ختم عايز إيه؟ امتى بتبقي عايزه ختم حكم او حكم شيش طب مين البطل قول لها مين بطل المساء الفيلم هي ما تعرف الفيلم اصلا طب انا هكمله لها انا هكمله لا 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 انا هكمله لها انا هفوز اوكي ما خلصنا وقت قوليها ايه بس قلت لها قوليها ايه ده ما حدش مشاهدين كلهم قاعدين يتفرجوا مشاهدين حطي شعرك وقولي لي حطي شعرك وقولي لي خلاص خلصينا فهمية انا ايوه عاوز ايوه اتجوز لا اتجوز قرار حكم ما خلص وقتهم لا لسه ايوه انا عايز اتجوز انا عايز حل انا عايز حل قربتي 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 جدا قربتي
غششوني غششوني. هو البطل بيضحك كتير. مين ممثل؟ مش هقدر اقول اسمه. طويل، بطله طويل. طويل؟ اه البطل بتاعه طويل. حلو. طب استنى انا بسرعه هديكي محاوله. انا عاوز 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 الورق. عاوز الورق. عاوزك ليا؟ لا جواز وعايزك ليا. انا عايز حقي. انا عاوز حقي. حقي 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 حقي. ايش يعني يعني ايه حقيقي؟ عامة كانت حلوة جدا يعني، ما ولا احنا كسبنا ولا هم كسبوا، اعتقد ان المشاهدين كتير كانوا عارفين الليمبي وكانوا عايزين. انا عايز حقي. هنطلع بريك ونرجع لكم تاني ونبقى نطور من مهاراتنا في التمثيل عشان الافلام دي، وانتم تساعدونا اكيد بكره. هنطلع لبريك ونرجع لكم تاني بقى مع فكرة السكتش. استنونا. لازم تسوي هذه. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الخناقه اللي اتغنيناها على بدون كلام النهارده. يعني كانت اول تجربه لينا، كنا شاطرين. انا كممثل كنت شاطر جدا، هي كمتسابقه معايا في الفريق. ريم ومها برضو كانت يعني بنراهن على مها ومعرفتها بالافلام المصريه، بس ما عرفتش. بس انا نص اتليست كلمتين عرفتهم يعني. بس انا كلمه واحده عشان هحذرها. هنستنى اقتراحاتكم. ابعتوا لنا افلام تحبوا تشوفوا وتشاركوا معانا، وقولوا لنا واحنا بنمثل فيلم لو تقدروا تكلمونا بسرعه وتبعتوا لنا. بس دلوقتي في فقره حلوه جدا مهمه جدا وهي الترندنج مع ريم. عايزين نعرف كل الجديد بقى وايه اللي بيحصل في العالم النهارده يعني. ما بعرف اذا انتم مثلي اليوم على السوشيال ميديا، البيلبورد ميوزك اووردز صراحه واز هاكينج ماي الانستغرام تبعي. شفت كتير شغلات مختلفة وكتير ستايلات لفنانين كبار مختلفة كانت موجودة، واللي لفت لي نظري أكتر شيء الفيديوهات اللي انطرحت، من مثل الفيديوهات اللي كانت لجانت جاكسون مثلا كانت كتير انسبايرينج. يعني كتير كانت عم تحكي إنه نحنا الجنس أو الأسود للصنف الأسود ما عاد بينظر لنا كأنه نحنا هدول الناس. نحنا أثبتنا حالنا، ونحنا أثبتنا حالنا مو بس ضد فكرة إنه نحنا نساء، ولكن black woman as well. كانت السبيتش تبعها جدا 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 رائعة. وبتكون تحطونا صور بليز. هي يعني انت اصحاب البشره السمراء من النساء كانوا يعني هي كانت بتتكلم عليهم. اوكي. وتايلور سويفت من بعد اذا لاحظتوا غياب فتره عن الساحه ربحت ذا موست سيلينج البوم، وكانت عم بتقول هي انتشرت الصوره لمقوله قالتها على الستيج، كانت عم تقول انه انا الالبوم الاخير اللي كتبته من قلبي، لانه انا الناس فهموني غلط. لانه كل مره تايلور سويفت بينطلع وبينحكى عليها انه هي كل ما تركت حدا او كل ما تركت حدا من حبيبها بتروح تكتب شيء عن بروكن هارت وغنيه عنه وتغني. فالالبوم اللي طرحته كان بيفسر غير هيك، وكان مكتوب بقلمه يعني. هذا اللي كانت اطلاقه الفيديو اللي طلعت بيه باكثر من شخصيه، الفيديو كليب ميوزك فيديو مالته. ودي اللي كانت الاطلاله بتاعتها. هاي كانت الاطلاله تبعها. حلو الفستان. حلو كتير كان. جميل. حلو كتير كانت اطلالته، وحتى تفاعلها مع الجمهور كان كتير 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 حلو. شفنا لها كمان كذا فيديو هي عم تتفاعل مع كذا مغني، كذا بيرفورمر كان موجود، احداهم كانت كاردي بي. كلنا بنعرف مين كاردي بي. انا صراحه من محبينها. جانت جاكسون هاي كانت الاطلاله تبعها كمان، كانت one of a kind. حتى ده في الجوائز اللي كانت بالبيلبورد اووردز. طبعا كمان قاهر قلوب النساء ملومة. ملومة معروف باغاني، كمان ربح امبارح اوورد للالبوم تبعه كمان از ويل. كان في كتير اطلالات مختلفه. كريستينا اغيليرا كتير متغير شكلها. والله كريستينا اغيليرا كتير 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 متغير شكلها، حتى لدرجه انه اطلالتها كانت جدا غريبه، لدرجه اني انا ما عرفتها. حاولت اني دقت كتير بالصور وما عرفت انه هي كريستينا اغيليرا مثل ما انكم شايفين. اوكي.
طب انتوا تفتكروا ان هم كانوا متواجدين في الحفل كلهم بيتكلموا برضو عن فرح؟ كيف؟ كانوا بيتكلموا برضو في الحفل عن فرح؟ ممكن اكيد كلهم كانوا بيتكلموا انه هاري و شفت عن هذا الحفل هو الاطلالات النجمات انه بداوا يعتمدون الستايل مع الشعر المرفوع أيوة مثل تايلر انه هسه صار هذا الستايل اكثر خصوصا بالصيف انه يرفعون الشعر ممكن تنزل شويه خصل من قدام كمان من احدى البست بيرفورمنسز اللي كانوا طالعين على الستيج كانت نيكي ميناج. نيكي ميناج كمان دائما مولعه الساحه بالميوزك اووردز. كان في كتير جواز لدرجه اني يعني طبعا ما قدرت احفظ كل وحده بس الهايلايتس اللي كانوا موجودين كانت عن تايلور سويفت. جينيفر لوبيز كمان عملت بيرفورمنس كتير حلو كانت احدى البرفورمرز يعني. طبعا جينيفر معروفه بكل المهرجانات والحفلات اللي تصير انه اطلالاتها دائما حلوه دائما اطلالاتها موفقه الناس دائما يعلقون على موضوع انه هي كبيره يعني هي مو بالثلاثينات او بالعشرينات وبعدها محافظه على اطلالتها وعلى شكلها وتبين انه صغيره وطبيعيه جماهيرها كلش يحبون اطلالاتها دائما بهاي الحفلات فعلا دائما بتبهرنا جينيفر لوبيز ده اللي كان العالم النهارده كله بيتكلم عليه او كان تريندينج على السوشيال ميديا وعلى الاخبار الفنيه دايما بتكون خصوصا لما بيبقى في احتفال زي ما شفنا الفرح كان تريندينج زي ما شفنا اول ايام رمضان كان التريندينج يعني العزومات وياني ولوريل برضه كان بعدهم الناس بيتناقشون الموضوع كان لسه في النهارده صوره كده جديده برضه شفتها على السوشيال ميديا كتير قوي اللي هي عارفه الصور اللي بتظهر على الانستجرام والفيسبوك يقول لك غمض عينه وبص عليها فهتلاقي شكل تاني في صوره منتشره الايام دي برضه ما اعرفش شفتوها لا يعني لو مش عارف معانا الصوره ولا لا بس هي صوره منتشره جدا اليومين دول انه الفكره كلها انك تبصي على تحت فيها وتغمضي عين المفروض هتشوفي تمره في الاخر لا انا هاي الصور من تطلع لي مال ركزي بنقطه مرات تكون فيديو فدائما يطلع لي شيء يخوف اخر شيء دي بقى يعني اول ما اشوف انه بس ركز بمكان ما اركز راسا او انه بس يبغونك تدخل على الصوره يعني بس مجرد بس دائما يطلع لي احد يعيط او صوت فجاه تطلع لي واحده من ذا جرج لا مو بس هيك في صور اللي عم تطلع الصور اللي بتكون مموهه كذا شكل داخل ببعضه هاي لتحليل الشخصيه شو اللي اول شيء بتشوفه اول شيء بتشوفه بيكون عباره عن شيء بيرمز تحليل شخصيتك. لتحليل شخصيه معينه هاي انتشرت قبل ما الوحده عجوزه تشوفيها اول شيء بس هي صوره مال شجره او بنيه هنطلع لكم بريك سريع ونرجع لكم تاني مشاهدينا وبعديها هيكون معنا السكتش اليومي اللي بنتفرج عليه وامبارح كان بدايته النهارده الجزء الثاني منه ما شاء الله حبيت رجعنا لكم بعد الفضل في الحركة دي اللي بيبقى واحد بيحضر حبيت حركة جديدة عايزين نرجع نتكلم على السكتش اللي هنتفرج عليه دلوقتي انا قبل الفاصل كنت بقول لكم الجزء الثاني من السكتش امبارح انا طلعت ناسي ان احنا خلصنا امبارح السكتش بتاع امبارح بعد ما اتخانقنا فعلا لكن اللي هتفرج عليه ده جديد خالص فنرجع تاني نشوفه ونشوف بقى البري جادج بتاعنا او الحكم المسبق نعم بالظبط نتفرج على الفيديو ونرجع لكم تاني يلا بينا يلا بينا ما تقومي يا بنتي تعملي افطار ونفطر مع بعض على الصبح يعني ايه المشكله يعني ايه بتقول ايه اعملي افطار إيه؟ ونفطر انا وانت كده لا يا حبيبي انا مش بتاعت الكلام ده يا حبيبي ها امال بتاعت ايه انت مش فاهم انا مش بتاعت الفطار دوت يعني قومي اعملي الفطار لا يا روحي انت هتجدعن بقى المره دي وانت تقومي تعملي لي الفطار انا هقوم اعمل الفطار ايه ده انا اخوكي وانت قاعده معانا في البيت هو انت ماشي من نفس فيني بس يا عم جو صعبانيات دي فين اما هو جو صعبانيات ما تقومي تعملي الفطار وانت ساكته يلا هبقى اساعدك في العشاء يلا قومي عشاء اللي بقى ان شاء الله هتكون في الغدا فين النهارده ان شاء الله لا ده انا واخوكي مش موجودين نازلين ان شاء الله نشوف مزرعه كده كان ناخدها ربنا يكرمها فيها رزق مزرعه ايه بقى ان شاء الله يا عمي ما تستنوا شويه حتى عشان موضوع انفلونزا الطيور ما يخلص ويهدى وترجعوا بقى الشغل الاول واحسن هو ده الكلام الصح انا كان رايي زي كده بس اخوكي بقى راكب دماغه نازله لازم ينزل يشوفها النهارده لا يعني برضه انا مش فاهمه دماغه بصراحه ولا عارفه حتى بيفكر ازاي بس انت لازم تتكلم معاه
يا ستي اتكلمت وعدت وعملت معاه كتير قوي، بس اخوكي دماغه ناشفه، هنعمل معاه ايه؟ مش فاهمه يعني، فهمني اكتر. ايه هو اخوكي بيحب يبص على طول كده لقدام. قال لك ايه، الارض النهارده مزرعه رخيصه فناخدها تغلى بعد كده نبيعها نعوض الخساره اللي خسرناها. هو ده تفكيره يعني. بصراحه يعني لو انت عايز تاخد رايي يعني، هو معاه بيفكر حلو، بس عشان يعمل الحركة دي لازم يبقى معاه حتى سيولة تكفيه وما يزنقش نفسه. ايوه ده كلام بقى، هو ناس عقلة اهي. السيولة ديت لازم تفضل معانا، احنا ناس في السوق، ما ينفعش النهارده بقى قاعدين في السوق مع ناس سيولة، محدش ضامن السوق فيه ايه. طب اتكلم معاه. اتكلمت يا ستي معاه، هو دماغه ناشفة ومثبت ان احنا لازم نخرج خلاص. طب بالنسبة بقى ان انتوا عملتوا لوكلوكوا مع بعض واسراركم مع بعض، ما حاولتش كده في مرة تسألوا عن موضوع زعله من فاتن مراته؟ فاتن؟ فاتن ايه يا شيخه؟ ده طلعني على الدائري ونزلني المحور وداني اكتوبر، ما بقتش عارف ما احرجني. وانا الصراحه اخوك قلت مش هتكلم معاه تاني في الموضوع ده عشان ما يحرجنيش. انا برضه ما رضاش حتى اتكلم معايا في اي حاجه. ايه رايك في الموضوع اللي قلت لك عليه؟ والله يا رحمه الموضوع محتاج تفكير. تفكير ايه بس يعني، دي فرصه حلوه والله. طب بص، العماره اللي بقول لك عليها بتاعت ابو واحده صاحبتي، والعماره قدامها سنتين على ما تسلم، فاحنا لو خدنا المحل دلوقتي لما اخلص الكليه هكون بستلم المحل واعمله صيدليه. انا دلوقتي في صراع، اشتري ما اشتريش. إيه؟ يعني إيه؟ اجيبها، اجيب الصيدليه نفسي، ولا ما نجيبهاش نخليها سنه؟ لا نفكر. هجيب الصيدليه. بجد بجد يا علي انا بحبك والله قوي قوي يا علي، انت طول عمرك بتعمل لي كل حاجه حلوه وعشاني. يا بنتي بعمل لك ايه؟ الفلوس دي بابا سايبها لك، دي مش بتاعتي، انا بحافظ عليها بس، وكل المطلوب منك انك يعني تركزي وتشد حيلك. وبعدين انت مش اختي. امال ايه؟ انت بنتي. رحمة عايزينها نسحب الفلوس بتاعتها اللي في البنك كلها ونجيب لها بيها محل عشان تعمل بيه صيدليه. فلوس الميراث؟ فلوس الميراث. شفت بقى بتفكر ازاي اختك؟ مش احنا اللي قاعدين بنشوف مزارع وبنعمل. طب هي من كتر فلوسنا يا عمرو، وبعدين المحل ده مش لازم اروح اشوفه اعينه، يمكن اوافق يمكن ما اوافقش، يمكن ما يكونش عاجبني اصلا. ليه يا عم نشتري لها المحل؟ يعني ايه المشكله بالنسبه لنا؟ فلوس اختك ونجيب لها اللي هي عايزاه. خلاص ربنا سهل ان شاء الله، هروح وابص انا عليها. ماشي. عايز اتكلم معاك شويه يا عم. مالك يا ابو علي مضايقك؟ عايز اقول لك حاجه بخصوص علي. المحل محدش لسه دفع عربونه، وشكل علي هو مش عايز يشتري المحل. علي؟ لا ما تصدقيش الكلام دوت، اكيد لا اكيد غلط. ما انت فلوسك معايا ليه مش هيشتريه يعني؟ مش عارفه، وانا كمان يعني مش هفكر اكيد بالتفكير ده، بس انت لو مش مصدقني روح لصاحب المحل واساله ذات نفسه. هو اللي بس يكذب عليا، هو لو كان قال لي ان هو مش عايز يشتري حاجه كنت وافقت له، بس ما يكذبش عليا. هيكون علي كسر الوديعة مثلا؟ كل ده مش فارق معايا، بس يكذب عليا لا. وفرصة المحل هتروح عليا. ما تزعليش نفسك، انت قومي نامي دلوقتي وبكره الصبح لا في حال سيبنا الموضوع دوت، انا هتكلم مع امي يا بابا. انت نام. امي يا بابا انت الاثنين مش حاسين بيا. ايه يا اخي انت بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ هو ايه يا عم كدبت علينا في موضوع المحل؟ اختك كلمت صاحبتها وعارفه من بالليل ان انت عملته دوت. النهارده صاحب المحل مستني اخر فرصه عشان يبيع المحل. انت بتحاول وبتكذب كتير ليه؟ ممكن بالراحه وتهدى اقعد افهمك. انا كنت هكلمك هنا او ما تخش هنا والله العظيم. يا اخي هتكلمني تقول لي ايه؟ عايز تكذب تاني وتقضيها حوار؟ اختك هاريه نفسها عياط، عايز تكذب عليها تاني يا علي؟ انت صغير ومش فاهم حاجه، اشتري مني. لا يا علي، الفلوس دي انا مش هسمح لك تقرب من جنيه واحد منها. يعني ايه مش هتسمح لي؟ انا الوصي يا عمرو، هاخد الفلوس وهاخد المزرعه. ويرضي ربنا اللي انت عايز تعمله دوت. النهارده كل واحد في حاله يا علي، انا ورحمه يا رب اسمه الكريم، عن اذنك يا اخويا. على فين؟ رجعنا لكم بعد السكتش اللي كنا بنتفرج عليه دلوقتي، وهو زي ما انتم بتشوفوا كل يوم كده لقطه تمثيليه او لقطه فيلميه صغيره بنعرف منها فنيه وفيلميه، بنشوف منها قصه وبنحاول ما نكونش سريعين الحكم. فاللي شفناه دلوقتي ملخص سريع كده انه هم في ورث، والاخوات كل واحد عنده بيتهاوشون مع بعض، وما ادري بس ما في حكم مسبق يعني، بس انه اخوها بياخذ الورث. هذا حكم مسبق. احنا نعرف اذا كان هياخد الفلوس كلها هي البنت عايزه تشتري او تعمل صيدليه، وهو عايز المزرعه عشان شايف ان سعرها رخيص وممكن يدير بعديها ربح. بس ما احس موضوعهم سهل يعني، عاده الورث يكون بين 10
بس اذا هم اثنين ممكن هو يقسم بينهم، يقدر يشتري مزرعه ويجيب صيدليه. انا دائما ايجابيه مو ما شاء الله. لا ممكن يمكن الفلوس مش 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 يا ريت كل الناس زيك. يعني تفتكروا ايه اللي هيحصل في الاخر؟ ها تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لها الصيدليه ويساعدها ولا هيجيب المزرعه وخلاص؟ انا اقول لي يجيب الاثنين. مش هيقدر، فلوس مش هتكفي يعني. يا صيدليه يا مزرعه، اه شيء واحد. هو يبيع واحده يزود المصاري ويرضى يرضي جميع الاطراف. الله اكبر. يا اخي انت انا بقول انه هيطلع طيب. يا اخي يا اخي انا بقول هيطلع طيب وهيجيب لها الصيدليه ان شاء الله. لا هو من شكله ما حيطلع طيب. شرير. حكمتي على الناس من شكلها. شفتي هذا حكم مسبق. حكم مسبق. لا يعني من حركاته وتصرفاته وشون اللي يجاوبها من شكله حيجيب. واحنا الجزء الثاني جاهز معنا؟ اه ماشي، تعالوا نروح نتفرج على الجزء الثاني ونشوف ايه اللي هيحصل. ويلا بينا. على فين؟ احنا ماشيين يا علي. سيب الشنطة دي، انا هطلع ناخد هدومي وامشي. ها يا علي، هنسيب لك البيت كله، يمكن ده اللي يبسطك. وانت يا رحمة هتمشي معاه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، مش طايقة اتكلم معاك. مش بترد عليا ليه؟ عايزني اقول لك ايه يا علي؟ ما تقوليش. بس انا كنت فاكر ان انا اغلى عندك من الفلوس. طب هو عبيط؟ انت بنتي. بنتك؟ مالوش لزوم الكلام ده يا علي. عموما بكره هتعرفي ان انا ما كنتش عايز اذيكي، انا كنت بحل الموقف. موقف ايه اللي عايز تحله؟ ها؟ تكتب عليا انا؟ طب ليه؟ هو انت طلبت مني حاجه وقلت لك لا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا علي؟ ده بجد؟ المحل يا استاذ عمرو. انت اشتريته؟ اه. فيها يا راجل يا راجل، ده انا قلعت النضارة ما كنتش هلبسها تاني. مش مصدقة يا ابني اللي زعلتني. ايه ده؟ ايه؟ طب والمزرعة؟ المزرعة دي مشكلتي انا وحشريها. انا كنت عارفة انا عمري ما كنت هون عليك، ربنا يخليكم ليا يا رب. خش بقى اعمل لنا حاجة ناكلها حالا حالا. طلع الشنطة دي، مش عايز اشوف المنظر ده تاني. يا اخي شنط ايه ده؟ انت خليت اتأثرت وقعدت عايز، انت فاكرنا كنا هنمشي برضو؟ عارف انها عمرها ما كانت هتهون عليك يا حبيبي. مشاهدينا بعد الجزء الثاني من السكتش اللي بنشوفه اليومي، وزي ما انا قلت طلعوا طيبين او طلع طيب. هي كانت بتقول ان هو شرير وهي هيجيب المزرعه، لكن هو قال لهم لا المزرعه انا اللي هتصرف فيها، وجاب لاخته اللي كان نفسها فيه وكده. كنتوا حاسين ان هو هيطلع طيب؟ طلع فيه الخير. طلع فيه الخير. هي النهايات السعيده دايما بتكون. بس هذا يسلط الضوء على الورث والمشاكل هذه اللي موجودة كثير في بعض العوائل، المجتمعات العربية، المجتمعات العربية خصوصا. لأن في صح اللي شفناه كان النهاية كانت سعيدة وإيجابية، بس في مع الأسف الكثير ياخذون حق اخوانهم. دلوقتي عرفتي حقي؟ ما كانت عماله تمثل لك في الفيلم. ما عرفتش حقي. فمع الأسف يعني. لكن هي الفكرة كلها انه ممكن زي بيقولوا دايما في المشاكل، حاول زي الشاي كده، استنى اما يبرد واشربه. فالمشاكل دايما في بدايتها بتكون سخنه شويه، حاول تبعد وتهدى وبتاع، وبعدين ترجع تحل المشكله. اعتقد ان هو عمل كده، رجع وهدي وفكر، وبعدين قال انا هبشوف موضوع المزرعه. بس في الاول كان ضد، يعني في الاول لا، او كان هو يمكن شاف انه ممكن الورث حيساعده انه يجيبها بطريقه اسرع، بعدين قال خلص انا اشتغل على نفسي وخلي اختي تاخذ الصيدليه. بما انه ممكن الموضوع انه هي بنيه وهو ولد، انه هو يقدر. انا اول ما بيبتدي يعمل كده بقلق. انا قلت لك هذه الحركه اللي امس بسويها كده يعني ناوي على ايه؟ لا بس هو سكتش النهارده كان حلو يعني، انا عجبني الفكره بتاعته. تحسن امبارح بتاع المحفظه، وقبليها كان عندنا السكتش بتاع كان ايه اول امبارح؟ كان السكتش بتاع ايه مش فاكرين؟ انا ما افتكرت، ما بتذكر شو اكلت امبارح. ما بتذكر شو كان السكتش الاول، كان مال الشغل اللي وحده تغار من صديقتها. اي صح.
طيب انا هنطلع بريك سريع ونرجع لكم. مفيش بريك خلاص ماشي ماشي خلاص نتكلم شويه. طيب يا جماعه المواضيع مهمه ترندنج بقى، بما انك اتكلمتي ريم على الترندنج السينمائي والاخبار الفنيه، في ترندنج رياضه يعني دلوقتي معظم المواسم الرياضيه، لان طبعا انا بقى بحب الكوره وكده فلازم اخدكم شويه في الحياه. ايوه المواسم الرياضيه كلها بتختتم، او معظم الدوريات في العالم كلها بتختتم وخلصت خلاص، الدوري الايطالي المصري الاوروبي الاماراتي السعودي World Cup جاي والكاس العالم هو اللي جاي. تأهلت I think ما أعرف أنا معلوماتي الرياضية يعني، بس تأهلت دول عربية لل تأهلت أربع للكاس. دول مصر مصر تازي اشتغلها <دول. تصفيق> والسعودية. ما راح أكمل ما راح أعطيك هذه المعلومات معليش قول لنا بس مين تأهل عشان ما راح أقول لك. لا هو فعلا نتأهل أربع منتخبات عربية وده أول مرة. بس خلي بالك في قبل كأس العالم في حاجة مهمة جدا هتحصل وهو نهائي تشامبيونز ليج، ده من الأحداث الرياضية. في حاجة حصلت برضه السنة دي، أنت مدريد لو برشلونة؟ هو مش أنا مدريد بس هو مش مدريد وبرشلونة. انا مدريد بحب مدريد. مدريد وانتي مدريد برشلونه برشلونه مدريد مدريد يبقى ثلاثه مدريد او برشلونه. اوكي الله عايز بس اقول كمان حاجه، اعتزل نجوم كبيره جدا من كره القدم السنه دي، يعني شفنا اعتزال بوفون امبارح او اول امبارح من يومين يعني، وهو حارس مرمى عملاق. وطبعا ايطاليا ما اشتركتش في كاس العالم المره دي فهو بيعتزل، وخساره كبيره. الناس كتير بتحبه سواء كنت بتشجع يوفنتوس او لا، في ناس كتير كانت بتحب بوفون بشكل كبير. وزي ما بقول لكم في بقى استعدادات طول شهر رمضان لمنتخبات كتيره، المنتخبات العربيه هيكون استعداداتها صعبه بسبب شهر رمضان طبعاً. هيتطلب ده يعني مجهود مضاعف. مع انه كل الناس ما يخلون امالهم كلش عاليه، بس انه هم فرحانين انه اتليست وصلوا لهي المرحله. بس طبعا حيدربون هواي لانه ده يحاولون يروون العالم العربي انه احنا نقدر نسوي شيء او نقدر نوصل، ويحاولون ان ينافسون فرق عالميه يعني. انا على قد فرحتي ان مصر والسعوديه مثلا في مجموعه واحده وهيبقى لقاء امام العالم كله في كاس العالم، بس انا كنت اتمنى انه يبقى كل فريق عربي في مجموعه عشان اللي فيهم يعرف يصعد يصعد، لان يعني خوفي الكبير انه مثلا يحصل ماتش مصر والسعوديه يكون عليه مثلا هو النتيجه اللي مين فيهم هيصعد. هنا هتزعلي كعربيه انه ان شاء الله ان شاء الله ما يصير كده. لا ان شاء الله لا ان شاء الله يكون ماتش هما الاثنين هيصعدوا فيه، ودي تبقى الفرحه الكبيره طبعا. فاختتام المواسم الكرويه في العالم ده من الاخبار الترندنج شويه، ناس كتير كانت بتتكلم عليه. واحنا النهارده اتكلمنا على التكنولوجي واتكلمنا على الصحه واتكلمنا على ولعبنا بدون كلام. انا على فكره بكره يعني بص لازم نكسب، هو مش عارف هنكون نفس الفرقتين ولا لا، بس هنحاول نعمل تغيرات. بس ممكن اذا جربناها فيلم اجنبي تصير الفكره اسهل. اسهل اوكي مش اسهل من الليمبي. الليمبي ده كان سهل جدا. لا لانه كلمه واحده، فاذا اكثر من كلمه واحده هو فعلا ما بتبقى ما بيبقى اسم مش فعل يعني، او مش بالظبط صفه بيكون لا فعل تقدر تمثله بالظبط يعني. هم كان انا عايز حقي كان سهل جدا وما معرفتوش ما اعرف الفيلم اصلا. تعالي رمزي ده كان مضحك جدا. اوكي عارف حكايته ولا لا؟ يمكن اكون شفته بس ناسي الاسم. اوكي هو قصته يعني بسرعه كده، كان هاني رمزي مفروض انه لقى نص في الدستور انه يقدر ياخد حقه في البلد فلوس وبيطالب بحقه. كاني اعرف كاني اعرف شفتي اهو طلعت شفتي بس مو متذكره النهايه. هل في الاخير اخذ حقه ولا لا؟ في الاخر بقى هو ندم على فعلته دي. ندم انه طلب حقه ازاي دي بلده هيبيع حقه في بلده وكده يعني. كان رساله ظريفه يعني. واتكلمنا على الصحه، خلي بالكم تاني بنعيد دايما افتكروا الشوربه والسلطه مهمين جدا في الاكل، تبتدوا بيها وجباتكم. ترندنج النهارده كان ظريف قوي لانه كان في حفله كبيره قوي مليانه وانت بتتابعي الحاجات دي بشكل كبير. بكره في حفلات في كرنفالات جايه يعني، احنا اتكلمنا عن كان والفرح ولا ما في؟ لا هلا ما في بس احنا كل يوم بالسوشيال ميديا يطلع لنا شيء جديد الناس تنشغل بيه. اليوم شفت صوره ان العائله الملكيه انه تطالب الشعب الاماراتي انه يسكرون الموضوع وانتقلوا لشيء الاخر لانه دوناها. اوكي خلينا كل يوم نكته جديده فخلاص. ايه اوكي هو اعتقد انه هو مش احنا بس يعني، ده العالم كله يعني، العالم الاجنبي او الغربي كله كان بيتكلم. ايه بس هم انه التهاني وهي الاشياء احنا لا، احنا ما خدناش النكت الساركاستيكا. ليه بيحصل كده؟ ما اعرف يعني، احسهم يدورون على اي شيء انه الناس مشغوله به انه اي خبر عالمي، فحتى توصل انه من واحد يشوف النكته يكون يعرف الموضوع اصلا شنو، فحتى توصلها بسرعه.
وكل بقى ما يحصل حدث عالمي احنا بناخده نكت وهم بياخدوه كده ولا لا؟ الحس الفكاهي عالي عند العرب. عند العرب صراحه يعني اي شيء او اي حدث دائما لازم يحطون فيه هذه الاشياء. انا يعني زي ما كنا بنتكلم من شويه على فكره لعبه بدون كلام، وانا لما ابتديت العب معاكم اللعبه دي قلت لكم هو الناس بتعزف عن السينما شويه في شهر رمضان ده، برضو وراه سبب؟ ممكن لانه رمضان شهر المسلسلات معروف. أوكي. فالناس يعني ما تفضل تشوف افلام، تفضل المسلسلات اكثر. بس انا كشهناز من محبين الافلام، انا احب اتفرج على شيء وخلص راسا تخلص القصه، ما احب انتظر ثاني يوم. بس مرات يعني طبعا بهذا الشهر الواحد مضطر، يعني اكو مسلسلات ما تتعوض. طب في افلام دلوقتي في السينما حلوه نتفرج عليها؟ انا ما عندي فكره، انا ما حد شفته، ما حدش بيتابع خالص. انا احس رمضان مستحيل اشوف فيه او اروح سينما او اشوف فيه فيلم. بتحس انها حاجه يعني غريبه؟ يعني اوكي مسلسلات، برامج، اشياء، مقالب. مع ان الناس ده تسهر يعني يطلعون يتاخرون بالمولات او بالمراكز، بس ما يشوفون افلام مثلا يجلسون مع بعض في الخيام او شيء زي كذا، سوالف اكثر منها انك تشوف فيلم. البرامج ولا المسلسلات تتفرجوا عليها اكتر؟ انا لا برامج ولا يعني كثير قليل لاتفرج على شيء متواصل. اذا برامج ممكن اللي تكون مع المقالب او هاي الاشياء. شفت برنامج مقالب جديد النهارده حلو جدا. الفشار، وانا شايف ان البرامج احلى من المسلسلات انه شويه. لو البرنامج طبعا في برامج كتير مختلفه زي المقالب والكلام ده كله، بس انا شايف ان البرامج بتكون فيها رساله، بيكون فيها طبعا يعني طبعاً. حسب الفكره كلها. في برامج حلوه قبل الفطار خصوصا، برامج بتتكلم على يعني تديك معلومه بتعرفي من خلالها حاجه معينه، تشوفي حياه يوميه بتاعت حد، بتشوفي تستفيد منها. تستفيد كأنك تقرا كتاب بس شيء انت تشوفه يعني. بس حتى التوقيت مع البرامج احس القنوات تخليه مثلا فتره النوم، انه لانه مو هواي ناس تتابع برامج، دا يتابع مسلسلات اكثر، فبيخلوا المسلسلات على وقت انه الناس تقدر تشوفها. عندنا مواضيع تانية وهي الحلويات، انا عايز اتكلم معايا بما اني كنت باكل البيبي هير النهارده الكنافه. الفشار بقى من السينما يعني ليه ما بيختفي برضو في رمضان؟ مع ان الفشار في السينما بتلاقيه ممكن لانه يعطش ما بيختفي. يعمل لك بالرغم من هيك ما بيختفي. يختفي لو ما موجود في رمضان موجود؟ يعني بحس موجود اكيد في السينما، اكيد موجود. موجود؟ لا انا اقصد انه على بنحطه في ترابيزات في الصحون في الفطار. لا 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 رمضان له حلويات معينه يعني حلويات خاصه من جد موجوده بس في شهر رمضان معروفه. الكنافه، البسبوسه، يعني انا عاده اجيب البوب كورن اشياء زي كذا بس مسلسلات. بس بشهر رمضان افضل مثلا فواكه او شيء، يعني ابتعد عن الاشياء اللي كلش تعطش. انا بحس ان السناكس بتختفي في رمضان، السناكس الخفيفه اللي دي بتختفي شويه لانه خلاص وجبتين تقال بناكلهم، مع اننا دايما بنحاول نفكر نفسنا ونفكركم كتير بتنصح ان احنا ناكل اربع وجبات ما بين فطار وسحور ونقسمهم بكميات صعبه شويه. صعبه صعبه جدا لانه ما مش هينفع التوقيت. لو رمضان في الشتاء بيبقى فيه وقت شويه. الشكل رمضان في الشتاء بالنسبه لكم ايه؟ أنا ما أحب. لا بالعكس أريح رمضان. رمضان في الشتاء أول شيء ما تحس بالعطش. هي طبعاً على الجو يعني خصوصاً بدولة الإمارات. بس ليش ما بتفضلي؟ بالعكس رمضان بالشتاء. أحس وقتها إذا كان يعني مثلاً بالخمسة الأذان أحس شيء غريب. يعني أنا متعودة إنه بالسبعة أو بثمانية هيك. شو بدك؟ بالعكس أقل يعني. أي طبعاً هو على الصيام شيء مريح، بس ما أعرف أنا متعودة شهر رمضان. سواء في الشتاء بيحصل إيه؟ بعتقد يعني بشكل كبير الناس كلها بتفطر بدري 4:30 5:30 مثلاً أذان المغرب. فيصير أكو وقت أكثر. لا عندك وقت بعدين بقى بترجعي تنامي لأن الفجر متأخر. فجر مثلاً خمسة. فبيبقى عملية الصحيان عشان تصحي للسحور. بس بلس أول شيء عندك وقت طويل من الفطور إلى السحور. عندك وقت تاكل فيه، ترتاح فيه، تسوي اشغالك فيه. فهو يصير كانه يوم عادي مو بالضبط يعني، غير ان الوقت يكون عامه. انا يعني سعيد جدا بحلقه النهارده، خصوصا ان احنا ابتدينا معاكم المكالمات وابتدينا مسابقه جديده ولعبه جديده اللي هي بدون كلام، وعندنا فقرات ثانيه كتير بكره هنحضرها لكم، هنتكلم على الصحه والتكنولوجي والترندنج والابديت. فهسيبكم دلوقتي واتمنى لكم سهره سعيده وباي باي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اشكركم مشاهدينا، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.